عقد خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعا مع تشانغ تاو القائم بعمل السفير الصيني والوفد المرافق له. تناول اللقاء بحث مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث. وأكد عبد الغفار أهمية تسريع وتيرة العمل لإنشاء المعمل لتوفير بيئة مناسبة للبحوث والتشخيص وتطوير تدابير مكافحة مسببات الجوائح والأمراض الخطيرة.